عاملة اللي بيني وبينك بكفة وهي ليش؟ نو؟ ليش؟ لأنه فيها ندبة من تاريخك الوسخ، لأنك بعد ما مشيت على السكة الغلط صرت خايف على مستقبلك وصار قتل حلال. ليش هي اللي لازم تموت؟ ليش مو أنت؟ ليش مين اللي نقل المرض لمين؟ مو هي وتخبي الشرطة؟ فجرك هو اللي نقل المرض من بعد ما راحت على عيادة وسخة مشان تنزل اللي ببطنها من خوفها منك. هنيك انتقل المرض. ليك هنن كلمتين، أنا هاي البنت صارت مثل بنتي، وأنت بتعرف شو يعني بنت العبلة، بتعرف شو يعني حس إني أنا أم من بعد ما حرمتني نعمة الولاد. شريعة الغاب اللي ماشيين عليها أنت والزعران أصحاب المناصب أمثالك صارت كتير واضحة وما بتخبي حالها. بما أنه شريعة الغاب سويت هو قانون بهالبلد، فأنا هلأ أقوى منك. لهيك أوعك أوعك تأذيها ليمنى، لأنه قسما بالله بفضحك. شو بفضحك؟ وبخلي كل كلاب الحراس اللي حواليك ينهشوا بعضمك. فهمت؟